أبنائي الطلاب أهلا بيكم، أتمنى تكون بكل خير وتكونوا بكل صحة وسعادة. تعالوا بينا نشوف مع بعض. اليوم بقدم فيديو خاص بحل بعض الأسئلة الخاصة بشابتر 1 سيل ستراكشر من بيبر 1، وهناخد حوالي 20 questions إن شاء الله، وده بارت 1 يعني قدام شوية هناخد تاني سيل ستراكشر بارت 2 and so on. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض. Which of the cell organelles will be clearly visible under the high power 400x of the light microscope؟ اللايت مايكروسكوب معروف عنه انه الريزوليوشن بتاعه على قده، صح كده؟ يعني يقدر يشوف حاجات تكون equal or greater than 200 نانومتر في الثيكنس. طيب يقدر يشوف الممبرينس ستراكشر؟ يقدر، لكن هل كلها؟ لا طبعا. اللايسوسومز ممبرينس والاندوبلازميك ممبرينس، وان ممبرين هنا وان ممبرين هنا، والميتوكوندريا دبل ممبرين وكلوروبلاست دبل ممبرين. يا ترى من ناحيه السايز يقدر يشوف مين كويس؟ يقدر يشوف كلوروبلاست، يبقى الانسر لاما سي لاما دي نقدر نشوفها. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل كليرلي فيزيبل ان يقدر يشوف الميتوكوندريا؟ طبعا لا، مش كليرلي فيزيبل. علشان تتشاف الميتوكوندريا باللايت مايكروسكوب محتاج ان يكون في الديسكريبشن الخاص باللايت مايكروسكوب يكون هايلي كواليفايد لايت مايكروسكوب. هايلي كواليفايد يعني غالي وتمنه فيه، يعني الريزوليوشن بتاعه يعني شويه احسن من اللايت مايكروسكوب العادي، تمام كده؟ يعني في ادفانس، بالاضافه ان انا بستعمل سيرتن ستينز تعمل لي ستيننج للميتوكوندريا، وكمان حتى جولجي اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب، لكن في الحقيقه محتاج سبيشال ستينز مع هايلي كواليفايد لايت مايكروسكوب، مش مع كليرلي فيزيبل، تمام كده؟ طيب ومع مش مع الامكانيات اللي هي 400 وخلاص. يبقى هنا اقدر اشوف كلوروبلاست، يس، ما اقدرش اشوف الميتوكوندريا، وبالتالي برضو ما اقدرش اشوف الاندوبلازم كريتيكولم ولا اللايسومز، فالانسر هي دي. تعالوا بينا هوريكم فيديو صغير او انيميشن حلو يوريني كلوروبلاست اللي قال عليها كليرلي فيزيبل، هل هتشوفوا حاجه معاها ولا لا؟ بصوا كده، انا هعمل كده، هعمل فوكس عليها. كل طبعا ده بلانت سيلز ريجولار شيبت، واضح فيها السيل وول، واضح فيها لارج فاكيول، واضح فيها a lot of chloroplast، وchloroplast movable في cytoplasmic streaming في brownian movement حوالين ايه؟ حوالين الفاكيول. الفاكيول واضح من الصورة انها occupy most of the cell volume، يعني تقريبا حوالي 90% of the cell volume. ال 10% الباقيين دول space خاص بالcytoplasm، وبيجري فيه او movable فيه كلوروبلاست، يبقى اقدر استدل على كلوروبلاست بالجرين كلر اللي موجود. طب هل في اورجانيلز تانية بتتحرك؟ اكيد، لكن انا مش شايفها. قولوا لو انتوا شايفينها بلغوني بالموضوع ده. بصوا كده الانيميشن مره تانية اهو، المنظر كالاتي. ها دي فاكيول، دي فاكيول، دي فاكيول، وكل الريم اوف سيتوبلازم، ودي الانيميشن الخاص بكلوروبلاست. ده حق وحقيقي. طيب هل في نيوكليس باينه؟ ممكن اشاور على النيوكليس بس اثبت الصوره. بتبقى لارجر عن الكلوروبلاست، يعني هنا مثلا داركست اريا هنا دي نيوكليس، تمام كده، بتاعه السل. هنا مثلا في داركست اريا اهي، فيكسد مكانها شويه، دي برضو نيوكليس، لكن الباقي كله موفبل زي ما انتم شايفين في سيتوبلازميك ستريمينج. هل انت شايف ميتوكوندريا؟ طبعا لا. طبعا النيوكليس بتبقى لارجر زان الكلوروبلاست. الترتيب بتاعي نيوكليس الاول، بعد كده كلوروبلاست، بعد كده ميتوكوندريا، بعد كده يجي بقى الممبرينس ستراكشر، واخر حاجه نان ممبرينس اورجانيل اللي هو عباره عن الرايبوسومز. الانسر بتاعتي دي. نشوف كده مع بعض. نمبر 2، ذا دروينج فروم ان الكترون مايكروجراف شوز سيليتد ايبيثيليال سيلز. واضح السيليا اهي، واضح ان دي ايبيثيليال سيلز، كولامنر ايبيثيليال سيلز. فين؟ طبعا في التراكية. مالها ماجنيفايد كام؟ ام 1500 تايمز الام موجودة، which is found in the trachea. The line XY، line XY ماله؟ shows the widest dimension of the cell. دي widest dimension طبعا علشان موجودة على السكرين قدامك، مش تقدر تقيسها، مش تقدر تعملها سكيلينج بالرولر بتاعتك.
أنا في الحقيقة طبعت الإجزام أو طبعت الورقة دي وأخدت الإكس لاين وقستو بالرولر طلع 2.8 سنتيمتر. ده بره الإجزام خالص بس مطالب بيه في الإجزام عشان تكمل الأنسر بتاعتك. طيب تعالى بينا هنا. What is the number of these cells that could be found along 1 centimeter length of the trachea؟ يعني بالبلدي كده عاوز يقول لي الاكشوال ده كام. طبعا ده drawing اللي انا كاتبه ده drawing I image size صح كده image size. طب يا ترى الاكشوال كوادز كام؟ لو جبت الاكشوال كوادز اقدر اشوف ال 1 سنتيمتر يعمل كام من الاكشوال ده وبالتالي يمثل النمبر اوف سيلز المترصصه جنب بعض في حدود 1 سنتيمتر لينكس. تعالوا بينا نشوف مع بعض. في تراينجل مشهور والتراينجل مشهور اخدناه قبل كده I am I am I am I equal AM. طب هو طالب ايه؟ طالب مني اشوف الاكشوال دي. هو ما طلبهاش صريحة لكن لازم اجيبها عشان اقدر اكمل الانسر بتاعتي. طيب طالما ال I equal AM طب خبي ال A اللي انت عاوزها خبيها كده اعملها هايد بايدك هيظهر I over M. اذا الاكشوال ايكوال اي ايمج سايز على الماجنيفيكيشن. طيب يا ترى الاي ده دروينج كام؟ ها 2.8 سنتيمتر. نكتب 2.8 سنتيمتر. الام كام؟ 1500. تمام كده. طيب يا ترى الابروبريت يونتس علشان تشتغل كميكروسكوب وكماجنيفيكيشن بالنسبة للميكروسكوب دروينج والحاجات دي انا محتاج يبقى اليونس بتاعتي بدل سنتيمتر البروبر يونس تبقى مايكروميتر. اذا السنتيمتر اعمل له كونفيرجن انتو مليمتر اعمل ملتبلاي كام 10 ايه مليمتر. اذا ده اختفى خلاص اتحول. طيب المليمتر لسه عاوزين نعمل له كونفيرجن احوله لايه مايكروميتر كام اعمل ملتبلاي كام 1000 صح كده 1000 مايكرومتر. اذا اليونت هنا مايكرومتر. عظيم. الام ام دي خلاص ملهاش وجود لانها اوريدي اتحولت خلاص. اذا اليونت اللي ظاهره فوق دلوقتي مايكرومتر. اعمل بالكالكوليتر كده وشوف الرقم يطلع كام. يطلع كام؟ اعتقد طالع 18.67 ايه مايكرو متر. ده الاكشوال لوان سل. ده الاكشوال يا اولاد بتاع 1 اي سل صح كده. ده الاكشوال بتاع 1 سل اللي هو الاكشوال ده اكشوال ويدز. طب انت عندك في التراكيه خدت كده سبيسمن من التراكيه بتاعتي وحطيته على الميكروسكوب بس السبيسمن دي طولها قد ايه 1 سنتيمتر لينث. يا ترى ال 1 سنتيمتر هلاقي فيه كام سل؟ اذا سو ها 1 سنتيمتر divide الرقم ده divide الرقم ده عشان يطلع number of cells. يبقى هنا الرول بتاعتك number of cells equal a 1 centimeter 1 centimeter. تمام كده. ها divide مين؟ divide 18.67. تمام كده. طيب يا ترى السنتيمتر ده 18.67 دي ايه اليونت بتاعتها مايكرومتر. طب يبقى لازم اعمل conversion للسنتيمتر times ها نفس الفكرة times 10 times 1000 عشان تطلع اليونت بالمايكروميتر. مايكروميتر هنا تتشطب مع هنا ودي اوريدي اتحولت خلاص. يبقى اللي ظهر عندك على الكالكوليتر 10000 divide 18.67. نشوفها كده بالكالكوليتر فين ادي 10000 divide كام 18.67 equal nearly 53 طبعا في decimal 5.6. تمام كده. طبعا بالابروكسيميشن تقرب ده هيبقى كام nearly هيبقى كده 536. طب بص كده معايا هل في انسر هنا هوت في الحدود دي اللي هي سي. هل لازم يجيبها لك 536؟ طبعا لا طبعا لا مش بالضروره تبقى 500 exactly around
لكن عمرها ما تبقى 50، عمرها ما تبقى 5، عمرها ما تبقى 5000. اتفقنا؟ يبقى الاول بجيب الاكشوال وبشوف ال1 سنتيمتر من التراكيه بتاعتي يتسع لكام سيل، الويدث بتاعهم ايكوال 18.67 مايكرومتر، هلاقي الرقم ده حوالي 500 سيلز. اوكي، ده نمبر 2. تعالوا بينا كده نشوف next questions بيقول ايه. next، what are correct locations of ribosomes in the typical eukaryotic cell؟ ايه هو correct locations of ribosomes in typical eukaryotic cell؟ يا ترى free in cytoplasm، attached to the outside of the endoplasmic reticulum، ولا attached to the inside of the endoplasmic reticulum؟ نشوف كده، نفتكر مع بعض المنظر ده. الريبوسومز موجودة فين؟ الريبوسومز موجودة على الرف endoplasmic reticulum from outside، أو من بره. طب هل في السيستيرني اللي جوه دي اللي هي لونها أورانج في أي ريبوسومز؟ مفيش، يبقى موجود على outside surface of endoplasmic reticulum بس، موجودة فري ان سيتوبلازم. شايفين جنب الميتوكوندريا دي في كام واحدة كده ريبوسومز، وفي الأرضية هنا في السيتوبلازم اللي هو بلو ريبوسومز، كل الدوتس دي ريبوسومز، والناحية دي مشاور عليها صريحة ريبوسومز أهي. يبقى دي فري ايه؟ ان سيتوبلازم. يبقى ليها مكانين داخل يوكاريوتيك سيل، على الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وفين فري ان سيتوبلازم. بالإضافة، وده مش في السؤال، بالإضافة الريبوسومز توجد أيضا في الأنيمال سيل في الميتوكوندريا، داخل الميتوكوندريا، وفي بلانت سيل داخل الميتوكوندريا وداخل الكلوروبلاست. ليه؟ ها، to synthesize its own او their own enzymes الخاصه بالفوتوسينثيز لو كان الكلوروبلاست، وخاصه بالريسبيريشن لو كانت ميتوكوندريا. لكن هنا السؤال في اليوكاريوتيك سيل موجود فين بالظبط؟ موجود في فري ان سيتوبلازم شفناها، والاوتسايد اوف ذا اندوبلازميك ريتيكولم. طب هل موجوده في الانسايد؟ طبعا لا، مش موجوده في السيسترني. طيب نبص كده على الالكترو مايكروسكوب، موريني على السيرفس من بره اهو الشكل اهو يا اولاد، على السيرفس من بره. طب السيسترني اللي جوه دي ما فيها دوتس وحاجات؟ لا، بس مش رايبوسومز، دي عباره عن موديفايد بروتينز او مولكيولز، ووتري مولكيولز موجوده، اكوا سوليوشن موجود، وفي رياكشن جوه بيتم، لكن مش رايبوسومز. الرايبوسومز على الاوتسايد سيرفس فقط. نكمل كده مع بعض، دي كانت الانسر اللي فاتت، نرجع لها تاني. يبقى الانسر 1 و 2 1 و 2 اوكي 1 و 2 يبقى الانسر 1 و 2 اونلي، يبقى بي. اوكي، نشوف كده مع بعض. نيكست، قال لك فيسكينج تيوبينج از ان ارتفيشال بارشلي بيرميبل ميمبرين يوز تو ديمونستريت ديفيوجن. اخدناه في اكسبيرمنت في الاو ال قبل كده، فيسكينج تيوب، وزيه هو دايلسيس تيوب اللي خدناه في الارتفيشال كيدني ماشين، هو نفسه دايلسينج تيوب. جلوكوز مولكيول كان باث ثرو ذا بورز ان ذا ميمبرين ويتش ار ابروكسيميتلي 2.4 نانومتر ان دايمتر. ويتش اوف ذا فولوينج كود باث ثرو ذا بورز. البورز دي على قدها قوي، يا دوبك 2.4، تعدي مين؟ تعدي جلوكوز، جلوكوز مولكيول. طبعا الجلوكوز معروف عنه ان هو مونو ساكرايد، مونو ساكرايد صح كده، 1 يونت يعني، وده يعتبر اصغر من اصغر كربوهيدرات كيونت واحده، مونو ساكرايد. طيب which of the following code path through the pores؟ البورز انا مقيد بالديامتر ده 2.4 نانومتر، يعني مش مخصر 3. طب ما تيجي كده، ايه اللي يعدي؟ هل بكتيريا تعدي من البورز تتصفى يعني تتفلتر؟ لا لا، ليه لا؟ لان البكتيريا من البروكاريوتيك سيل او بروكاريوتيك كينجدم، بروكاريوت كينجدم، فالدايمنشنز بتاعتها تتراوح من 0.5 لكام؟ ل 5 مايكرومتر، ومعروف المايكرومتر الواحد في 1000 من النانو، وبالتالي تتحجز على الفلتر من فوق، ما ينفعش تعدي من الفلتر ده. طيب ده اول حاجه، لو بصينا كده ادي البكتيريا اهي، ليها دايمنشنز وليها حدود رينج ما بين 0.5 up to 5 مايكرومتر، وبالتالي هي حوالي 5000 نانو، وبالتالي عمرها ما تعدي من حاجه اسمها 2.4 نانومتر. طب الهيموجلوبين، شكل الهيموجلوبين ايه؟ عباره عن بروتين، البروتين ده بيكون من 4 بوليبيبتايدز. بوليمر ماكرو مولكيول ينفع يعدي من الفلتر ده؟ طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، يبقى الهيموجلوبين كمان ما يعديش، ولا البكتيريا. ليه؟ بوليمر ده حتى انت اخدت قبل كده لو تفتكر
الالترا فلتريشن في النفرون، هل كانت بروتينز تعدي من الجلوميرولاي كان بي فلترد؟ طبعا لا. طب ده بروتين داخل الريد بلاد سيل، طب لو خرج من الريد بلاد سيل تفتكر هيعدي؟ برضو ما يعديش. تمام كده، يبقى ما يعديش. طيب تعالى بينا نشوف، لو اخدنا كده هوت الرايبوسومز، يا ترى الرايبوسومز مالها؟ بص كده، الرايبوسومز تكون من 2 سب يونتس، وقت الشغل بيبقوا كومباين توجذر، لكن وقت لسه ما انش هيعملوا بروتين سينس يبقوا فري، ومع ذلك الديامتر بيوصل هما الاثنين مع بعض اراوند 20 نانومتر، وده اباوت 18 نانومتر. تمام كده، ده 70S مثلا، تمام كده، اللي هو 18 نانومتر، وده بيوصل 20 او 25 كمان، 80S رايبوسومز. طيب سواء 70 او 80 بديامتر 18 او 20 عمره ما يعدي من حاجه تايت قوي 2.4، يبقى رايبوسومز ما تعديش. يتبقى لي جلايكوجين، هل الجلايكوجين يعدي؟ هل ينفع يعدي؟ تعالوا بينا نشوف جلايكوجين ايه هو. جلايكوجين من شابتر 2 هتاخد الجلايكوجين او حتى من الاو ال، جلايكوجين عباره عن بولي ساكرايد، يعني ميني يونتس اوف جلوكوز. الجلوكوز لوحده يعدي، لكن بولي ساكرايد وبرانشيد بالمنظر ده ينفع يعدي من بورز والديامتر بتاعها 2.4 نانومتر؟ طبعا لا برضه. يبقى الانسر بتاعتنا واضح، نون اوف ذا اباف، يبقى الانسر دي. اوكي، الانسر دي. طيب نكمل كده، نيكست. What are found in both chloroplasts and typical prokaryotic cells? 70S ribosomes and circular DNA, 70S ribosomes only, 80S ribosomes and circular DNA, circular DNA only. طيب ما نتعرف كده على الكلوروبلاست شكلها ايه. ادي كلوروبلاست، كان فيها ايه؟ كان فيها المنظر ده. ها، من ناحية الرايبوسومز، الرايبوسومز دي نوعها ايه؟ زيها زي البكتيريا بالظبط 70S، زيها زي الميتوكوندريا بالظبط 70S. يبقى أول حاجة الرايبوسومز دي 70S رايبوسومز. طيب الدي ان اي بتاعها، ادي الدي ان اي كوبي، وفي ممكن سيفرال كوبي بس مش باينة في الصورة دي، مش كوبي واحدة من الكلوروبلاست دي ان اي وسيركولار، لا ميني كوبيز. يبقى إذا عندي سيركولار دي ان اي و 70S رايبوسومز، هي دي الانسر؟ اه هي دي الانسر. طيب دي حاجة. الحاجة التانية قال لك تيبيكال بروكاريوتيك سيل، ادي تيبيكال بروكاريوتيك سيل عندها ايه؟ عندها سيركولار دي ان اي اهو، سيركولار مش لينير زي النيوكليير دي ان اي بتاعي وبتاعك، لا سيركولار. طب ما ده يشبه اللي ده، سيركولار دي ان اي. طيب ايه كمان الرايبوسومز نوعها ايه في البكتيريا والبروكاريوتس؟ نوعها 70S، 70S. يبقى الانسر 70S ribosomes and circular DNA. قيس عليهم كمان في نفس الاكزام ده او هيقابلنا كمان الميتوكوندريا، ليها نفس الفيشر زي عندهم 70S ribosomes وcircular DNA. نكمل كده مع بعض، next. A student was presented with a photomicrograph of a cell organelle. The magnification of the photomicrograph is known. Which calculation of the actual length of the organelle in UM micrometer is correct? هو موجود ايه عندك؟ known data، known M magnification موجود، M موجودة، كم X موجودة. طيب طالب مني ايه؟ طالب مني كستودنت عاوز الاكشوال. طب الاكشوال بجيبه ازاي وعاوزه بالمايكروميتر؟ الاكشوال بيجي كده يا ولاد، الاكشوال equal I over A M. اذا ما ينفعش actual size in centimeter multiplied، ده هو عاوزه اصلا وعاوز الاكشوال، يبقى ما تنفعش ولا A ولا B. امال ينفع ايه؟ image size، صح كده؟ تنفع divide mean divide magnification، يبقى تنفع هنا C وتنفع D الى الان. لكن في الحقيقة هو عاوزها بشرط ان الانسر تطلع بالمايكروميتر، عشان تطلع بالمايكروميتر ما ينفعش اختار ما بين سي ودي. امال ايه؟ لازم الاول ها يبقى اليونت بتاعتك لو هي بالسنتيمتر، الولد قاس بالرولر اورجنال طلع بالسنتيمتر، ما ينفعش دايركتلي مالتيبلاي 1000 عشان يطلعها بالمايكروميتر. امال المفروض يعمل ايه؟ يحول السنتيمتر الاول لمليمتر،
ولو هو جايبها بالمليمتر بالرولر بتاعته يعمل multiply 1000 وبعد كده divide magnification. اذا الانسر دي الانسر ايه دي المفروض هو اس بالرولر سنتيمتر يعمل multiply 10 وبعد كده multiply 1000 ده لو جابها بالسنتيمتر. طب لو جابها بالمليمتر يبقى على طول multiply 1000 مباشرة عشان تطلع الانسر الاكشوال بالمايكروميتر. اذا الانسر دي. اوكي نكمل يا شباب مع بعض. قال لك which statements about both mitochondria and chloroplast are correct. هو عاوز للاتنين لازم يبقى common في الاتنين. They contain ATS. احنا لسه وادين chloroplast 70S يبقى ما تنفعش. They contain circular DNA. yes هما الاتنين ليهم ايه circular DNA. ما تنسوش في ثيوري بتقول اندو سيمبايونت ثيوري بتقول ان الميتوكوندريا وكلوروبلاست اصلا كانوا بريماتيف بروكاريوت ودخلوا جوه بريماتيف يوكاريوت وعاشوا جواه. ده الاندو سيمبايونت ثيوري بتاعت ليل مارجيليوس دي كانت ساينتست امريكان ساينتست هي قالت الثيوري دي. تمام كده نكمل كده مع بعض. زي بروديوس اي تي بي زي بريديوس اي تي بي. هل فعلا بريديوس اي تي بي هما الاثنين معروف في الميتوكوندريا في الريسبيريشن ريليز اي تي بي صح؟ طب هل الكلوروبلاست ليها علاقه بالاي تي بي؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجه هنا ادي الميتوكوندريا ده في انزيم موجود على الانر ميمبرين على الفولدنج او كريستي اسمه اي تي بي سينتيس يبقى بتصنع لك الاي تي بي. تمام كده دي خطوه من خطوات الايروبيك ريسبيريشن ريليز اوف اي تي بي بتتم على الكريستي دي في حاجة اسمها electron transport chain دي مجموعة من الانزيمز منها الـ ATP synthase في الاخر بيعمل لي ايه production او release للـ ATP وبعد كده بيخرج للسيتوبلازم علشان ATP used up في cellular activities اللي بتقوم بيها السل. aerobic respiration عادي. طيب هل بقى chloroplast بتقوم بحاجة زي كده؟ بصوا كده معايا الصورة بتعبر عن ايه. دي كلوروبلاست. كلوروبلاست علشان تعمل فوتوسينثيسز الفوتوسينثيسز في كلوروبلاست بتتم على تو ستيجز. الستيج الاولى لايت ديبندنت رياكشنز اهم ايفنت بيحصل في اللايت ديبندنت رياكشن ان الكلوروبلاست ريسيف اللايت على مين؟ على جرانا. وجرانا فيها كلوروفيل واخواته من اسيسوري بيجمنتس يستفيدوا من الانرجي موجوده في اللايت فوتونز وياخدوا الانرجي دي يعملوا لها هارفست يكلبشوا فيها علشان يعملوا سبليتنج للووتر انتو اكسجين ريليز وهيدروجين. الووتر يحصلوا سبليتنج ودي بيسموها فوتولايسيس. فوتولايسيس يعني ايه فوتولايسيس؟ يعني بستعمل فوتونز اوف لايت تو لايس مين الووتر انتو اتس اليمنتس اكسجين ريليز وهيدروجين كابتشرد. كابشر مين اللي هيكلبش في الهيدروجين؟ في ايدك اليمين ناد بي بلس يمسك الهيدروجين يتحول لناد بي اتش. في ايدك اليمين كومباوند اسمه ناد بي اتش مش مهم الاسمه كامل لكن انا يهمني كارير الهيدروجين. معروف في الكيمستري ان الهيدروجين ريديوسينج ايجنت اهو الحمد لله حصلنا عليه جبناه منين؟ من الووتر. يبقى البلانت بيشرب ميه ليه؟ علشان ياخد الهيدروجين بتاعها. ليه؟ ريديوسينج ايجنت. بس لسه مازال في جزء متبقى من الانرجي لم يستعمل او ما استفدناش منه في الفوتولايسيس بتاع الووتر. لسه متبقي جزء من اللايت انرجي ما عملناش بيه حاجه. هنعمل بي بايند ما بين الاي دي بي ادينوسين داي فوسفيت مع بي اي ان اورجانيك فوسفيت جروب يبقى بي اي بلس اي دي بي يكون اي تي بي اهو اي تي بي. يبقى في ايدك الشمال اي تي بي وفي ايدك اليمين نات بي اتش. الاثنين نيدد فور ريدكشن. مصدر الريدكشن ده في الكيمستري قالوا لنا كده accompanied by ايه؟ by gain energy يعني محتاج انرجي. هيجيب الانرجي منين؟ من الاي تي بي صح كده؟ والريدكشن معناها ايه؟ معناها gain hydrogen اهو الهيدروجين كارد على مين؟ على النت بي اتش. اذا الريدكشن محتاج حاجتين reducing agent وهو الهيدروجين جبناه من الووتر ومحتاج اي تي بي جبناه من الانرجي بتاعت اللايت. واضحة؟ ده اللايت ديبندنت. يبقى الغرض من اللايت ديبندنت ان انا احصل على تو كومباوندز دول نت بي اتش في ايدك اليمين واي تي بي ككومباوند اوف انرجي في ايدك الشمال. الاثنين نيد فور ريدكشن. ريدكشن مين بالظبط؟ مين اللي هنعمل له ريدكشن؟ السي او 2. السي او 2 ريدكشن يعني
ازود الهيدروجين كونتنت بتاعته لغايه ما يوصل جلوكوز، لغايه ما يوصل ايه جلوكوز. وطبعا في الوزن في كلفن سايكل وانترميديت رياكشنز كتيره، في الاخر يطلع لك جلوكوز اللي ممكن نبني بيه اي حاجه السيل محتاجها او اعمله ريسباير تو ريليز انرجي. اي حاجه يعني، يعني ممكن اطلع منه سيلولوز اعمل بوليمر سيلولوز عشان ابني نيو سيل وول، اعمل منه ستارش فور ستورج كانرجي ستورج مولكيول، اعمل بيه اذر اورجانيك كومباوندز زي الليبيدز او الاويل او الفات، او نقدر نقول اكون بروتينز. ده كله بس الاول كون شجر من فضلك الاول، وبعد كده يحلها ربنا. اتفقنا يا شباب؟ طيب كده خلصنا البارت ده، يعني الاي تي بي داخل معانا، يعني تقدر الميتوكوندريا فعلا سوري الكلوروبلاست طلع اي تي بي اهو زي ما انت شايف كده ريليز اي تي بي. جابته منين؟ جابته من اللايت انرجي. نشوف كده مع بعض الانسر مره تاني. ها they produce ATP، ده وقت الريسبيريشن وده وقت الفوتوسينثيسيس، فعلا زي بروديوس اي تي بي. يبقى معانا 2 ومعانا 3، 2 3 فين؟ 2 3 فين؟ دي اوكي، دي الانسر. تعالوا نكمل سؤال اخر. وطبعا قبل ما انسى، الاي تي بي اللي في ايدك الشمال والنات بي اتش في ايدك اليمين دول نيدد فور ريدكشن اوف سي او 2 عشان يكون جلوكوز، بيسموا الكلام ده لايت اندبندنت رياكشنز. يعني مش هيفرق معايا في لايت ولا فيش، المهم يكون عندك اي تي بي ونات بي اتش، لازم تقدم حاجه في ايديك الاثنين عشان تعمل ريدكشن للسي او 2. اوكي نكمل يا شباب مع بعض. which range of sizes would include most eukaryotic cells؟ ايه هو range of sizes which include most يوكاريوتيك سيل؟ يوكاريوتيك سيل يقصد بيها البلانت سيل، الانيمال سيل. ها احنا عارفين الافرج بتاع البلانت لارجر زي من الافرج بتاع مين؟ بتاع الانيمال. البلانت بيوصل اباوت 40 تمام كده، والانيمال حوالي 20، بس في اكسبشن وفي رينج تمام كده. فالانسر هنا هوت هي عباره بنبتدي ب 1 تايم 10 تو ذا باور 1 اللي هي ايكوال 10 مايكرومتر اب تو ايه؟ اب تو 100. تنفع؟ اه، ما انت لسه قايل دلوقتي ان بلانت بتوصل 40 صح كده، 40 مايكرومتر، والانيمال توصل كام؟ 20. بس في الحقيقه ده التيبيكال، التيبيكال، لكن في الحقيقه في اكسبشنز وفي رينج، يعني في اقل من 20 زي مثلا الريد بلس سيل. الريد بلس سيل دي انيمال سيل الديامتر بتاعها 7 مايكرومتر وانا بدي هنا ب 10، تنفع؟ اه، قال لك موست، لان الريد بلس سيلز دي هي اكسبشن، تعتبر اكسبشن. انا مش بحفظ ارقام لكن في المنهج بتاعك 7 مايكرومتر، و7 ده الحكمه علشان الريد بلس سيلز هي وماشيه في بلاك كابيلاري تمشي بالعافيه، تمشي سلولي عشان تدي تشانس ان الاكسجين الكاريد باي هيموجلوبين ديفيوز اوت عشان يوصل للسيلز الموجوده حوالين في التيشو فلويد كده. ده اكسجين رايح لها ديفيوز ايزلي، ما يبقاش الشارع اللي ماشيين فيه واسع، يبقى على قد الريد بلس سيلز يمشي واحده ورا الثانيه عشان يدي تشانس الاكسجين ريليز تو ريسبايرنج تيشو. ده اكسبشن. طيب هل في اكسبشن فوق بدل الارقام اللي هي 7 دي؟ هل ممكن نوصل ل 100؟ اه، زي ايه؟ زي المسل فايبرز، مسل سيل elongated ممكن توصل 100 مايكرومتر. وايه كمان؟ الكوتون فايبر، الفايبر بتاع البلانت برضو بتوصل السيلز دي ل about 100 مايكرومتر. يبقى عندك هنا هوت الانسر بتاعتك المنظر ده، يبقى الانسر سي. نكمل كده مع بعض. ادي واضح هنا هوت تو الهيوج سيل دي، دي تعتبر يوكاريوتيك، واضح فيها نيوكليوس فهي يوكاريوت، وواضح البكتيريام دي تعتبر بروكاريوتيك سيل فيري فيري سمول ان سايز او ان دايمتر، بتوصل 0.5 زي ما اتفقنا لحوالي 5 مايكرومتر، 5 اي مايكرومتر ده الرينج بتاعها. طيب تعالى بينا نشوف. نكست، his student carried out an experiment to separate the organelles in an animal cell by mass. The scientist mixed the cells with buffer solution which had the same water potential as the cells. عشان السيلز مالها ما تفرقعش مني او ما تعملش دامج للأورجانيلز وانا محتاج ادرس الأورجانيلز separately، فلازم احط buffer solution او احط solution لنفس concentration زي السيل
contents أو cell organelle contents. He then broke the cells open. راح هو بقى فتح السيلز دي بطريقة معينة with blender خلاط to release the organelles. بص الرسمة أهي. جبنا السيلز أهي. كانت السيلز دي animal cell. animal cell. animal cell. ده تيشو سيلز. السيلز بتاعت التيشو. عمل لها ايه؟ homogenization. بقت homogenous. ازاي homogenous؟ طحنها. خلطها في الخلاط. لفها لفتين. بس الاول شبحها ايه؟ بالبفر سوليوشن. وبعد كده بعد ما عمل بلندر لفة والتانية هب اسكت كده ايه كبلندر. خد الجوز ده او الهوموجينيت. ودوره في السنترفيوج. ده جهاز السنترفيوج عبارة عن موتور بيلف كده بالطريقة دي. تمام كده؟ بيلف ايه؟ vertically. على vertical axis. طيب هيحصل سيدمنتيشن هنا وهنا لو دول فيهم هوموجينيت هما الاتنين. طيب السنترفيوج ده واحد من طرق السيبريشن في الكيمستري وفي البايو. السنترفيوج بيعتمد على كام ريفولف ريفوليوشن بير مينيت وكسبيد وكمان تايم. يبقى سبيد وتايم. يبقى الترصيبة اللي بتحصل كباليت في كل تيست تيوب على حسب انت دورت عندي كام لفة بير مينيت كام تيرن بير مينيت كسبيد وكمان على حسب كمان الام ار بتاعت السيدمنت دي وعلى حسب اخر حاجة بنقولها التايم تيكن. المهم the extracted mixture was filtered and then spun in centrifuge at speed that separates heaviest organelle. بعد ما عملنا هوموجينيت عملنا سيبريشن علشان افصل الهيفيست وان. ده اول بلت. This organelle sank to the bottom. اهي sank in the bottom. والاباف ده supernatant. لسه مازال في organelles ما حصلش sedimentation. لسه suspension فوق ما نزلتش. The liquid above bellet 1 was poured into اسمه supernatant into clean centrifuge tube and spun in. In the centrifuge at higher speed to separate the next heaviest organelle. This organelle sank to the bottom, forming a solid pellet 2. He repeated this procedure twice more to obtain pellet 3 and pellet 4. يبقى عندك كم pellet 4 pellets. كأني 4 students منكم ومن زمايلكم ورحنا للبروف بتاعنا وقلنا له من فضلك انا هشتغل على النيوكليوس وحد تاني قال هشتغل على الميتوكوندريا التالت على مثلا سي اللايسوسوم الرابع على الرايبوسومز. قال لهم اقفوا بالدور طابور كده انترن كل بلت هنزلها هديها لواحد فيكم انت عاوز ايه احمد انا عاوز مثلا سي نيوكليس اتفضل اول بلت ندي الهيفيست وان طيب تاني واحد هياخد ايه بصوا كده الترتيب ده ادي البلت الاولى اللي حصلنا عليها دي بلت ريتش ان نيوكليي يبقى اللي عاوز نيوكليس ياخد البلت الاولى اللي عاوز يدرس النيوكليس وكروماتين وكروموسومز والكوندنسيشن اوف كروموسومز او النيوكليك اسيد يبقى ياخد اول بلت وبعد كده اخد السوبر نيتنت انت مع السلامه خدت النيوكليا روح بقى اعمل اللي انت عاوزه اخد سوبر نيتنت في كلين سكند نيكس اي تيست تيوب وطبعا اعمل سنترفيجيشن بسبيد معينه وبتايم معين على السنترفيج هيبقى ايه البلد دي فيها ايه فيها ميتوكوندريا الحمد لله حصل على ميتوكوندريا اند كلوروبلاست اف ايه اف سيلز فروم اي بلانت طبعا هنا السؤال على انيمال سيل هحصل على ميتوكوندريا نمبر 2 ميتوكوندريا نمبر 1 نيوكليوس تمام كده طيب لو كان في كلوروبلاست تظهر كلوروبلاست الاول ولو دورت تاني بعدها بشويه يظهر الميتوكوندريا يبقى الميتوكوندريا تترحل شيفتد بعد كلوروبلاست في البلانت تيشوز طب دي انيمال تيشو ما فيهاش كلوروبلاست الحمد لله خلصنا منها يبقى في ميتوكوندريا على طول نيجي بعد كده البلت الثالثه هيبقى لايسوسومز البلت الرابعه اللي هو سالنا عليها في الاكزام what is the function of the organelle extracted in bellet 4 بص كده بلت 4 رايبوسومز يا ترى ايه الفانكشن بتاعتها ايه الفانكشن هتبقى عباره عن ايه ايوه بروتين سينثيسس يبقى الانسر دي برافو عليكم اتفقنا يا شباب بيسموه ده بيسموه سيل سنترفيوجيشن تمام كده او سيل ديفرينشيشن اقدر احصل او التر سنترفيوجيشن عشان احصل على البلتس المختلفه والاورجانيزم المختلفه عشان ادرسها بالتفصيل كل واحد على حده اوكي طيب تعالوا بينا ناخد سؤال جديد
an eyepiece graticule can be calibrated using stage micrometer. Calibration دايما بحاجة نون يبقى الستيج ده هو نون صح كده؟ نون ايه؟ نون ديفيجنز نون ديفيجن يونتس ديفيجنز فاليو او يونتس يبقى اليونتس معروفة بتاعت الستيج يعني بديها لك وبقول لك دي كام؟ كام مليمتر او كام مايكرومتر بقول لك كل ديفيجن كام لكن الاي بيس جراتيكيول في الحقيقة هي ديفيجنز لكن without يونتس without a units انت بتعملها calibration عشان تقدر قيمة كل division what is the correct reason why an eyepiece graticule is calibrated انت ليه بتعملها calibration اصلا ليه عشان ايه an eyepiece graticule can be used to make measurements an eyepiece graticule is magnified by the objective lens and so on اقرأ بنفسك تعالى بينا بس نشوف حاجة عندك الرسمة دي في الكتاب الاصلي عندك 5 or كام 6 cells chic cells الموجودة في الماوس بتاعتنا جبنا سلايد وحطيت خدت السلايد حطيته على الستيج بصيت كده ايه ده في رول في رول اهي الرول دي هي الاي بيس اي جراتيكيول موجودة at base of اي بيس لانس تحت الاي بيس لانس مباشرة حاطين كده سيركل من الجلاس محفور عليها السكيل ده اي سلايد هتحطه على الستيج هيبان لك السكيل ده الريتيكل السلايد دي فيها اميبا هتلاقي ايه السكيل موجود على الاميبا فيها باراميسيوم اوكي فيها بلانت سيل اوكي فيها انيمال سيل اوكي يبقى الريتيكل ده ظاهر معاك طالما موجود في البيس بتاعت الاي بيس اي ريتيكل اوكي او اي بيس لانس سوري طيب تعالى بينا نشوف السيل دي قلت لك شوف لي كده الشيك سيل دي يا ترى الدايمتر كام الوز بتاعها كام دي واضح الوز بتاعها كام كام ديفيجنز مش كام يونت كام ديفيجنز 60 و 40 الديفرنس بينهم 20 يبقى كأن الدايمتر او الويدز بتاع السيل دي هو 20 ديفيجنز اي بيس ديفيجنز طيب تعالى بينا نشوف يبقى نقدر نقول كده الحته دي كده ها 20 اي بيس ديفيجنز طب انت عارف قيمه الديفيجن دي ايه هل هي سنتيمتر هل هي كيلومتر مايكرومتر مليمتر ما تعرفش ليه لان الاي بيس جراتيكول دي without يونت سكيل بس graduation بس من غير ايه من غير يونتس لكن انت بعد ما شفت كده وقدرت ان هي حوالي 20 اي بيس ديفيجنز كتبتها كده في الصفحه بتاعت الاكزام قلت لي اديني يا مستر من فضلك ستيج مايكرومتر قلت لك اتفضل اهو حطيته على الستيج مكان مين مكان السبيسمين بتاعتك مكان السلايد دي هتلاقي ايه هتلاقي الريتيكل ظهر تاني ما هو لازم يظهر كل مره والستيج اللي انا اعطيته لك ستيج مايكرومتر كسلايد حطيته على الستيج فظهر لك سكيل وسكيل السكيل ده هو الستيج صح كده امال ده ايه ده الريتيكل اي بيس ريتيكل اعمل بقى كاليبريشن طب ليه بتعمل كاليبريشن تعالى بينا نشوف نعمل كاليبريشن الاول سوا الكاليبريشن ده عباره عن ايه بص كده ال 100 يونتس دول ال 100 ديفيجنز دول من الريتيكل ايكوال كام ايكوال دول من الستيج طب دول يمثلوا ايه هنا قال لك كده ستيج مايكرومتر سكيل ماركت ان 0.01 مليمتر يعني كل ديفيجن من صغير من دول 0.01 مليمتر طيب اند 0.1 مليمتر مين اكبر 0.1 مليمتر كل ده من هنا لهنا ده 0.1 مليمتر ده كده 0.2 مليمتر طب والصغيره دي 0.01 خلينا في الكبير بصوا بقى معايا لو انا عملت كده يا شباب لو عملنا كده ازاي تعمل كاليبريشن لو قلنا 100 اي بيس يونت اي بيس ايه يونتس او ديفيجن خليها ديفيجن احسن ديفيجنز طيب ايكوال كام ها انت شايف كام 0.1 0.2 وهنا نص ايه يونت نص هاف ال 0.1 يبقى بالظبط يعني كانها 0.25 ايه بقى ها مليمتر خلاص انت قدرت كل ال 100 دول كديفيجنز ايكوال دول صح كده ايكوال دول 0.25 طب انا عاوز قيمه بقى
كل ديفيجن من دول صغيرين نمني من الريتكل ايكوال كام؟ كل ديفيجن صغير رفيع قوي 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 ايكوال كام؟ طب خلاص اعمل ديفيجن ان بوث سايز اوفر 100، اعمل كده اوفر 100 بعد اذنك في الناحيه دي، واعمل هنا اوفر 100 الناحيه دي، ايكوال ايه بقى في الاخر؟ هنا 1 اي بيس ديفيجن ايكوال هام بالكالكوليتر هتبقى ايه الرقم ده 0.25 ورحل الديسمال بوينتس تبقى 0.0025 صح كده؟ ايه مليمتر، ما زلنا مليمتر. طيب هل انت في الكاليبريشن وفي سيل انت بتتعامل بالمليمتر ولا مايكرو؟ ايوه كده مايكرو. خلاص يبقى نعمل ايه ال1 اي بيس يونت او ديفيجن، 1 اي بيس ديفيجن يكوال الرقم ده 0.0025 تايم 1000 يطلع كام؟ يطلع 2.5 ايه؟ مايكروميتر. خلاص يا استريحنا، ده كل ديفيجن من الاي بيز دلوقتي ريتيكل، كل ديفيجن صغير نمنم اهو ديفيجن تحت ايديا ده النقطة دي بس يكوال كام؟ 2.5. طيب السيل دي فيها كام ديفيجن صغير؟ فيها 20. طب قيمة بقى حق وحقيقي بقى 20 دول اي بيز ديفيجن، عرفت قيمة كل ديفيجن كام؟ 2.5، يبقى 20 تايم 2.5. بص كده معايا، ها نكتب كده 20 دول تايمز كام؟ 2.5 ايكوال كام؟ 50 ايه مايكروميتر. قدرت تقدر تعرف الديامتر بالظبط كام واليونت قد ايه؟ 50 مايكرومتر، ده الديامتر بتاع الشيك سيلز بتاعتنا الموجودة في الرسم. اذا ايه فايدة الكاليبريشن؟ ان اي بيز جراتيكول كان بي يوز تو ميك ميجرمنتس، استفدت ان انا عملت ميجرمنتس. اي حاجة اقول لك جيب لي الديامتر، جيب لي اللينث، جيب لي الويدز، جيب لي الافريج دايامتر هجيبها، بس بشرط يكون عامل كاليبريشن. كاليبريشن الاول تمام كده، كاليبريشن بنفس اللينز اللي انت هتشوف بيها السلايد بتاعتك. طيب ايه رايك بقى؟ يبقى الانسر ايه؟ تعال بينا نشوف، نشكك نفسنا. ان اي بيز جراتيكول از ماجنيفايد باي اوبجكتيف لينز، هي اصلا الاوبجكتيف دي على الستيج فوق الستيج على طول، ودي اللي بيشوف فيها الاوبجكت، ملهاش علاقه بالاي بيز جراتيكول. الاي بيز جراتيكول دي موجوده فين؟ في البيس اوف اي لينز، يبقى عمرها ما تكون ماجنيفايد بالاوبجكتيف. ان اي بيز جراتيكول ماجنيفايز ذا سبيسمن، هي قريبه للسبيسمن عشان تعملها ماجنيفيكيشن؟ طبعا لا، ما تعملش ماجنيفيكيشن للسبيسمن، ده بعيد عنها. الماجنيفيكيشن يا اولاد حصيله مالتيبليكيشن اوف اي بيز لينز تايمز اوبجكتيف لينز، واضحه؟ ما تنفعش تبقى هي ماجنيفايز سبيسمن لوحدها. ان اي بيز جراتيكول ميكس كومباريزونز، كومباريزونز زي هي كومباريزون دي الحاجه نون، طولي بالنسبه لطولك، بس بشرط يبقى معروف الاطوال بتاعتنا واليونت بتاعتنا. انا 175 وانت مثلا 190 سنتيمتر، فشيل سنتيمتر مع سنتيمتر ينفع كومباريزون لحاجه نون مع نون، لكن حاجه انون اعملها كومبير ازاي؟ ما ينفعش يوز ان كومباريزون. اوكي تعالوا بينا يا شباب ناخد سؤال جديد. For which cell components would nanometers be the most appropriate unit of measurement؟ يا ترى cell surface membrane، chloroplast، mitochondrion، nucleolus. طيب نانومتر ده مناسب جدا للحاجات اللي تشاف بالالكترون مايكروسكوب. نانومتر 1 over 10 to the power 9 من الميتر، صح كده؟ طب الحاجات اللي تشاف باللايت مايكروسكوب الابروبريت يونت بتاعتها مايكروميتر، 1 over million of meter، تمام كده؟ 1 over 1000 from millimeter. يبقى النانومتر الحاجات التايني قوي وديليكيت قوي زي السيل سيرفيس ميمبرين اللي هو 7 نانو متر ان اي ان دايمتر او ان ثيكنس، سوري ان ثيكنس ده السيل سيرفيس ميمبرين. الانسر هي ايه؟ نتناقش كده مع بعض. ايه تاني يتشاف بالنانومتر؟ ريبوسومز، 70 اس ريبوسومز الدايمتر حوالي 18 نانومتر، 80 اس ريبوسومز about 25 نانومتر او 20 نانومتر. طيب حلو، ايه كمان يتشاف؟ فيروسز بالنانومترز. طب البكتيريا 0.5 مايكرومتر يعني 500 نانومترز،
500 nanometers up to 5 micrometers. طب الكلوروبلاست دي largest organelle ده بعد النيوكليس على طول تتشاف ايه؟ شفناها ب 400x light microscope وشفناها نقدر نقيسها ونحولها لميكروميترز يبقى ما تنفعش نانو. والميتوكوندريون صحيح اظهر من الكلوروبلاست لكن اليونيتي الابروبريت هي ميكروميتر صح كده. وحتى الميتوكوندريون في الاندوسيمبايون ثيوري قالوا الميتوكوندريون الدايمتر بتاعها بيوصل 1 ميكرومتر زيه زي البكتيريا او موست بكتيريا 1 ميكرومتر فما تنفعش تبقى بالنانو. ونيكليولس بتتشاف يا ولاد وبصوا تتشاف باللايت مايكروسكوب ازاي اللي هو اليونت بتاعته مايكروميتر. الصورة دي عندك في الكتاب الاصلي بتاع ميري جونز متاخدة مرة باللايت مايكروسكوب ده LM وده ايه EM. فرق بينهم ريزوليوشن هو الصورتين محطوطين عشان الريزوليوشن لكن انا جايب الصورتين في الحقيقة عشان حاجة تاني عشان وري لك انه باللايت مايكروسكوب هيبان حاجة حلوة قوي. ايه هي الحاجة الحلوة دي؟ اهو بصوا كده معايا دي نيوكليوس ودي نيوكليولس. ايه ده اتشافت اهي نيوكليولس اتشافت باللايت مايكروسكوب. طب ايه اليونتس بتاعت اللايت مايكروسكوب الابروبريت؟ هي مايكروميتر مش نانو. طيب ده الكونتراست بتاعها على قدها والريزوليوشن على قدها لانه باللايت مايكروسكوب لكن هنا الريزوليوشن هاي قوي. ندور كده فين النيوكليوس بتاعت السيل؟ هي دي. فين النيوكليوس بتاعت السيل دي؟ اهي هي السيل دي هي دي بس المره دي ظهرت النيوكليولس السكشن ده لما استعملته لللايت اعطالك النيوكليولس ولو خدت السكشن اللي بعديه على طول السكشن ما مرش بالنيوكليولس فما ظهرش هنا لكن ظهر كروماتين وهيتروكروماتين ويكروماتين موجود داخل النيوكليس على حسب الليفل اوف سكشننج تظهر النيوكليولس او حتى النيوكليس نفسها تظهر ولا ما تظهرش. الصوره متاخده في الكتاب علشان الريزوليوشن لكن انا جايبها عشان اوري لك النيوكليولس شكلها ايه. طبعا الصوره دي يا اولاد متاخده A و B متاخدين من نفس السبيسمن لبلانت سيل تمام كده سيكشن ورا سيكشن. السيكشن ده ظهر زي ما اتفقنا في نيوكليولس السيكشن اللي بعديه ما ظهرش على حسب البلين اوف سيكشننج دي حاجه. طب ليه هنا صورتين A و B هما في الحقيقه متاخدين عند نفس الايه ماجنيفيكيشن كان الالكترون مايكروسكوب قال انا هقارن نفسي كماجنيفيكيشن تمام كده لما اخد نفس الماجنيفيكيشن بتاع اللايت بتاع ايه اللايت مايكروسكوبي. شوفوا كده معايا شفتوا الريزوليوشن بتاعي شكله ايه واضح ان هو ايه هايلي ريزولفد باور خاصه بالالكترون مايكروسكوب على عكس اللايت مايكروسكوب. الصوره بلاري شويه تمام كده. ادي الفكره بتاعت السؤال يبقى الانسر هنا سيل سيرفيس ميمبرين زي ما اتفقنا اللي هو 7 نانومتر كثيكنس. نكمل كده مع بعض. السؤال بيقول which organelles are required for the formation of lysosomes containing hydrolytic enzymes. يا ترى ايه الاورجانيلز required for formation of lysosomes containing hydrolytic enzymes. اكون الاول لايسوم مين اللي هيكون اللايسوم ومين هيكون الهيدروليتيك انزيمز الاول في الحقيقه. بصوا كده معايا ادي بقيه السؤال. المنظر ده يوريني ايه؟ وريني فيديو. Lysosomes are membrane bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes degrade proteins, nucleic acids, lipids and carbohydrates and are formed in the endoplasmic reticulum. طبعا واضح lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes degrade proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrate. لو بصينا كده الهيدروليتيك انزيمز هي انزيمز يعني هي بروتين in nature فالمفروض انا محتاج endoplasmic reticulum علشان يعمل synthesis او يعمل عليه ribosomes عشان بروتين synthesis عظيم. يبقى انا محتاج رف اندوبلازميك ريتيكولم ده اول حاجه عشان ينتج لي الهيدروليتيك انزيمز. بعد كده الهيدروليتيك انزيمز تاخد بعضها في شكل فيسكل ترانسبورت فيسكل وفيوز مع جولجي. طب الجولجي يبقى محتاجه او محتاجه عشان يعمل ايه موديفيكيشن للانزيمز موديفيكيشن للانزيمز يبقى الفولدنج و3 دايمنشن واذا كان في سي اي موديفيكيشن بيحصل ل
الهيدروليتيك انزيمز، يبقى محتاج جولجي ومحتاج ايه رف اندوبلازميك ريتيكولم. طب يا ترى الميتوكوندريا هل مشتركه معانا في الموضوع؟ في الحقيقه مشتركه. ليه؟ لان البروتين سينسز اللي احنا قلنا عليه عشان يكون انزيم انا محتاج الدي ان اي يتحول لام ار ان اي، ده محتاج ايه؟ اي تي بي. والام ار ان اي لما يوصل هنا هوت يا اولاد للرايبوسومز، محتاج الرايبوسوم يعمل اسامبلي الامينو اسيدز عشان يطلع بولي بيبتايد تشين، محتاج برضو انرجي بشكل اي تي بي. ده حتى الفيسكل اللي بتتحرك هنا هوت كترانسبورت فيسكلز او سيكريتوري فيسكل فيما بعد او شكل لايسوم عشان تتحرك، هي محتاجه ايه؟ محتاجه انها تعمل سلايدنج وموفمنت على السيتوسكيلتون، برضو محتاجه اي تي بي. هنجيبه منين؟ هنجيبه من الميتوكوندريا. اذا الانسر علشان يكون هيدروليتيك انزيمز داخل لايسوم، عشان يكون لايسوسوم محتاج الميتوكوندريا وجولجي ورف اندوبلازميك ريتيكولم، يبقى محتاج ليتر بي، الانسر بي. اوكي نشوف الانيميشن مره ثانيه لوحدنا كده. And are formed in the endoplasmic reticulum. These enzymes are then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. The lysosomes arise from the Golgi apparatus. When particles such as viruses or bacteria are ingested by phagocytosis, كده خلصنا السؤال. Lysosomes are membrane. لكن بالمرة حاجة برضو عشان نبقى استفدنا من الفيديو، اللايسومز دي واحدة من functions بتاعتها for defense. لو في ميكروب داخل هيحصل له انجلف، هيتحول لفاجوسوم، واللايسوم تقابله يكون فاجو لايسوسوم فيوز توجذر ويعمل ديجريد للميكروب زي ما هتشوفوا. دي فانكشن لايسوم. في فانكشن تاني لايسومز انها الورن اوت اورجانيلز زي الميتوكوندريا اللي هي غلبانه او سينايل او الدري او نون فانكشنينج، مش شغاله زي الناس، لازم يعمل لها ايه؟ ديجريديشن، يتخلص منها. يبقى الورن اوت اورجانيلز بيتخلص منها. شوفوا بقيه الفيديو لوحدكم. Bound vesicles that can be then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. The lysosomes arise from the Golgi apparatus. When particles such as viruses or bacteria are ingested by phagocytosis, the lysosome fuses with the particle-containing vesicle, called a phagosome, and delivers the hydrolytic enzymes. Lysosomes also fuse with organelles such as old mitochondria. This results in the destruction and recycling of these structures. Okay. شفنا الميكانيزم of a lysosome action or function. عظيم. هذا هنلاحظه في سؤال بعد شوي. What are found in both chloroplast and mitochondria? السؤال ده يشبه انه يكون repeated، لكن واضح انه هو كان كلوروبلاست وبروكاريوتيك سيل لما كانش مع الميتوكوندريا. فكلوروبلاست والميتوكوندريا والبروكاريوتيك سيلز بيشتركوا في الانسر بي 7S ريبوسومز بلس سيركولار دي ان اي. وهنا السؤال مش بوس بس اول اوف ذس كلوروبلاست وميتوكوندريا بلس بكتيريا بلس اي بروكاريوت، بينطبق عليهم نفس الانسر، نفس الانسر، علشان الاندوسيمبايون ثيري قالت الكلام ده بافيدنسز طبعا. والإفدنسز إنهم كلهم شير 7S ريبوسومز وكلهم كونتين سيركلر دي إن إيه، تمام كده، وكلهم نفس السايز تقريبا اللي هو تقريبا 1 مايكرومتر في اللينكس أو الدايمتر بتاعهم. طيب نكمل كده مع بعض. آدي الميتوكوندريا، تمام كده، 7S ريبوسومز موجودة داخل الماتريكس أوف ميتوكوندريا، وكمان داخل ال كلوروبلاست في الاستروما برضو 7S. طب ليه موجود في تو اورجانيلز دول بالذات 7S ريبوسومز؟ ليه موجود their own ريبوسومز؟ عشان ريبوسومز هي needed for protein synthesis. طب protein synthesis يبقى محتاج mRNA، يبقى لازم الجينز بتاعت الدي ان اي دي تصنع mRNA، صح كده؟ والmRNA يروح للريبوسوم يحصل له ترانسليشن عشان يكون بروتين في شكل انزيم، والانزيمز دي منها الاي تي بي سينتيز انزيم الموجود على كريستي اوف ميتوكوندريا. بمعنى تقدر الميتوكوندريا عندها سيلف ميكانيزم، اوتو ميكانيزم، انها تعمل ايه؟ ذير اون انزيمز،
عشان كده respiratory enzymes كمان chloroplasts. الفوتوسينثيز بيتم مش كإكويشن واحدة جروب من الإكويشنز جروب من الرياكشنز كل ده catalyzed by presence of enzymes. مش هنستورد من plant cell cytoplasm أو nucleus enzymes. أمال هنجيب منين؟ هنجيب من نفسنا. إحنا عندنا self government يعني عندنا حكم أو governor عندنا حكم ذاتي نقدر نعمل our own proteins our own enzymes من غير ما نحتاج من السيتوبلازم أي شيء. تاني كده ليه عندنا genes موجودة على السيركلر دي ان اي وعندنا الماشين فور بروتين سينثيسز. ادي الفكرة بتاعتها. نكمل كده مع بعض. A student has drawn a cell structure as seen using light microscope. هو عمل drawing. The magnification of the drawing is 600 times. يبقى المagnification M موجودة M. والlength of structure on the drawing is 6 millimeter. ده ايه length ده يعتبر ايه المagnification M. وده الامج سايز اللي نتاخد بالرولر. صح كده؟ length of the structure on the drawing is 6 millimeter. طب what is the actual؟ هو طالب الاكشوال هيبقى كام؟ خلاص ده تطبيق عادي يقدر اي حد يحله. تعالوا نحله مع بعض بسهولة. هو طالب الاكشوال ال A equal ها ال I over ال M. ال I هو الامج كام؟ 6 millimeter. تمام كده؟ طب الام كام؟ 600 600. طب كل الانسرز اللي موجوده اي بي سي دي كلهم مايكرومتر 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 مايكرومتر. يبقى انا عاوز ايه؟ اعمل كونفرت كونفرت اعمل ملتيبلاي كام عشان تخلص من الام ام دي ملتيبلاي 1000. برافو صح كده؟ واليونت هتظهر عندك مايكرومتر ودي خلاص ملهاش وجود حصلها كونفرجن. الزيرو ده وده مع دول كانسل صح كده؟ والسيكس دي مع دي كانسل يبقى 1 تايم 10 يبقى ايكوال 1 تايم 10 10 تو ذا باور كام؟ تو باور 1 مايكرو متر. اذا الانسر هي سي. اوكي طيب نكمل يا شباب. عندك هنا ذا الكترون مايكروجراف شوز بارت اوف ايكاريوتيك سيل اي يوكاريوتيك سيل ويتش اوف ذا ليبل اورجانيلز از سايت سايت اوف بروتين سينثيسز. عاوز سايت A B C D أني فيهم سايت أوف بروتين سينثيسز. A واضح إن هو فاكيول أو فيسكل صغيرة الله أعلم فيها إيه. قد تكون لايسوسوم maybe لأن الصورة متاخدة بإلكترون مايكروجراف يظهر اللايسوسوم. دي واضح الديتيلز بتاعت الميتوكوندريا B هنا دي B ودي B ودي B ودي B يبقى دي ميتوكوندريا صح كده؟ طيب C هو عبارة عن اتنين perpendicular over each other cylindrical in shape اسمهم ايه؟ two centrioles two ايه centrioles صح كده؟ two centrioles. طيب يا ترى هل ليهم علاقة؟ نشوف. ودول Golgi apparatus Golgi apparatus الانسر عندك اللي هي site of protein synthesis. طبعا عمره ما يكون لايسوسوم ما ينفعش وعمره ما يكون centrioles دول مسؤولين عن spindle fiber formation بالام او تي بتاعته. طب وجولجي ده موديفيكيشن فقط ملوش علاقه بالسنسز خالص موديفيكيشن فقط اديله ماتيريال هو يعملها موديفيكيشن. طيب ايه رايكم الليتر بي يمثل ميتوكوندريا ميتوكوندريا عندها their own ribosomes needed for protein synthesis اذا بي هي الانسر بي هي الانسر. تمام كده عندها their own 70S ribosomes زي ما شفنا في صور قبل كده وادي الصورة اهي 70S ribosomes تقدر تعمل protein synthesis فهي site of protein synthesis. طب هنا شكلها طويلة حبتين هنا شكلها circular مش sausage shape. ليه؟ على حسب ال plane of sectioning يا ولاد ال plane of sectioning. اوكي حد يقول لي المنظر ده يمثل ايه؟ دي تمثل النيوكليوس صح كده؟ وده نيوكلير انفلوب وده الهيتروكروماتين الحته الداركست اريا هيتروكروماتين والحته اللي هي فينت شويه دي مالها يوكروماتين. ده كروماتين يعني ايه كروماتين؟ يعني جيناتيك ماتيريال لكن نوت ان ذا فورم اوف كروموسومز. امتى يظهر كروموسوم بالشكل الجميل بابيون شيب ده؟ لما السيل تنوي تعمل سيل ديفيجن ده فور ريفيجن. لكن الانسر احنا قلناها من زمان هي لتر بي. اوكي طيب نكمل كده مع بعض. Inside the cell
a damaged mitochondrion can be surrounded and enclosed by membrane to form a vesicle. شفنا الانيميشن بتاع الفيديو بتاع اللايسوم. What happens after fusion of lysosome with vesicle? With this vesicle. اللي يحصل. Mitochondrion worn out, damaged. واللايسوم عمل fusion مع الهيدروليتيك انزيمز تعمل ايه؟ هيدروليتيك انزيمز كاتالايز ذا بريك داون اوف ميتوكوندريون. يتخلص منه. تمام كده؟ يتخلص منه. طيب نكمل كده مع بعض. ادي منظر الميكانيزم، ادي فين فين نبتدي. نمبر 1 بداية بتاعتك كده ميتوكوندريون ورن اوت تابت سينايل، وادي اللايسوم في دايجستيف انزيم فيوز توجذر بيعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه يعني فيوجن ما بين الممبرين هنا وهنا. الهيدروليتيك انزيمز كلها بورد اب اون ايه ميتوكوندريان ميتوكوندريال ممبرين سواء الانر او الاوتر او حتى الماتريكس، ويعمل ديستراكشن لكل الاستراكشرز الموجوده. وبعد كده يحصل ريسايكلينج. تمام كده؟ ريسايكلينج الحاجات الويست تخرج، والحاجات اللي ممكن استفيد منها اعمل ريسايكلينج فور بيلدينج نيو ميتوكوندريان. ما تقولش هام الميتوكوندريا عددها هيقل كده، ما كلهم عجزوا خلاص. لا ما تقولش هام ليه. اليونج والافكتيف وفانكشنال ميتوكوندريا عندها اتس اون ميكانيزم انها تعمل باينري فيشن. حتى في الباينري فيشن فهي تشبه البكتيريا، فده ياكد ان فعلا فعلا اندوسمبون ثيوري دي ثيوري حقيقيه، وايفيدنس بتاعها سترونج ايفيدنسز انها فعلا كانت بريميتيف بروكاريوتس وانجالفد باي بريماتيف يوكاريوت وعاشت وذان اليوكاريوت علشان تعمل فانكشن الخاصة بالاي تي بي ريليز. فاهمين القصة؟ طيب يبقى عرفنا قصة الميكانيزم الخاص باللايسوم فانكشن وديستراكشن للورن اوت اورجانلز، وما نقولش هم الميتوكوندريا لانها تقدر تعمل باينري فيشن بسهولة وتعوض اللوست ميتوكوندريا اللي هي اصلا دامجد او كانت نون فانكشنج. نكمل كده. سؤال تاني. Which units are the most appropriate to record the diameter of lymphocyte and the red blood cell? عندك diameter للlymphocyte والred blood cell. أنا قلت لكم من شوية إن الred blood cell 7 micrometer. إذا اليونت المناسبة للred blood cells هي micrometer. إذا هنا أو هنا. طيب الred blood cells كانت بالmicrometer. تاني كده. واكبر منها شويه الليمفوسايت مش هقيسها بالمليمتر، انا مش هقيسها بالرولر. اصل بالرولر يبقى حاجه قدامك، حاجه مش على سلايد، حاجه الليمفوسايت انت خرجتها من البلد بتاع هيومن مثلا او انيمال واستها بالرولر، ما ينفعش يبقى مليمتر. امال ايه؟ ده حاجه مايكروسكوبيك، يبقى مايكروميتر برضو. تعال بينا نشوف قصه ايه. ايه رايكم كل دول رد؟ كل السيلز دي ريد فيما عدا اللي هنشوفها دلوقتي الضخمه دي وايت. وايت بس مش لينفوسايت، وايت عباره عن فاجوسايت هتبلع الميكروب اللي هو تو دوتس دول اللي هو الدبلو كوكاي بتاعه البكتيريا دي. نشوف كده المنظر الانيميشن ونعالج مع بعض. ده في الديفنس في الاميونيتي. دي فاجوسايت، فاجوسايت شوف بتدور على البكتيريا وبتلاحقها يعني او بتجري وراها تعمل شيز ليها. بص كده ها، وداخله وزين ايه البلاد ايه سامبل وعماله تدور عليها بالكيموتاكسز هوب لقطتها تعملها دايجست استريحت تعملها دايجست. واضح انها فاجوسايت اضخم السيلز من الوايت بلاد سيلز. طب تعال بينا نشوف اشكال الليمفوسايت. السايز بتاعها للاسف الصوره دي ما فيهاش ليمفوسايت حقيقيه، هنا الفيديو مفهوش. الليمفوسايت تبقى السايز بتاعها small in size nearly قد الريد بلاد سيل ويمكن اصغر سن. تمام كده؟ قد الريد بلاد سيلز. طيب تقريبا قد او اكبر شويه، بلاش اصغر شويه، اكبر سن. slightly greater than red blood cell A diameter. كل دول وايت. طبعا في انواع الوايت اكتر من كده بكتير، لكن خلينا في دول بس. دي مونوسايت ودي نيوتروفيل، هناخدها في شابتر 11 في الاميونيتي. ان المونوسايت دي ماشيه في البلاس سيركيليشن اللي هي دي مونوسايت دي اللي عملت انجالف في الميكروب. تمام كده؟ ودي نيوتروفيل دي برضو بتعمل فانكشنينج انجالفينج، لكن الماكروفيج هي عباره عن مونوسايت ثابت البلاد ستريم وراحت للتيشو، راحت للتيشو. يبقى دي هي دي
ايه الفرق بينهم؟ دي في السيركوليشن، لكن دي في الايه، في التيشو فلويد، بتدعبس وبتدور على اي ميكروب تلقطه من وزن التيشو. تمام كده، ادي الفكره. طب النيوتروفيل برضو فاجوسايت زي المونو بالظبط، بس النيوتروفيل في الحقيقه يعني نقدر نقول لو حصل انفلاميشن وتم استدعاء قوات جديده فور ديفنس في التيشو بتروح، تقدر تسيب بلاد ستريم لو طلبت في الامرجنسي، تروح للتيشو وتأدي وظيفه وتعمل هيلبنج لمين؟ للماكروفيج لو طلبت، لو ما طلبتش تفضل في السيركوليشن. اوكي، فيما بعد الكلام ده سابق الاوان في الحقيقه. طيب نكمل كده مع بعض. Which structure will be present in a cell that causes cholera? Is ال structures موجودة في ال cells اللي هي causes cholera. طب كولرا ده ايه؟ bacterial ولا viral ولا fungal disease؟ واضح انه ايه؟ من ال O level واضح انه هو bacterial disease، صح كده؟ ادي كولرا. دي drinking contaminated water with feces with sewage ممكن يعمل infection بكولرا. طيب الكوليرا دي كسل بكتيريا فيها سيركولار دي ان اي؟ يس. فيها نيكد دي ان اي يعني نوت اسوسييتد وذ بروتين؟ يس. عندها 7 اس رايبوسوم؟ يس. يبقى 1 و 2 3 يبقى الانسر ايه؟ نشوف كده مع بعض. ادي بكتيريا سيركولار دي ان اي، عندها رايبوسومز، عندها نيكد دي ان اي نوت فولدنج وذ اي وذ بروتين، وبالتالي عمره ما يكون كروموسوم البيبون شيب اللي احنا رسمناه كذا مره. تمام كده. طيب نكمل كده مع بعض. ادي الصوره الثانيه. ها شايفين الدي ان اي سيركولر؟ هو دبل هيليكس، دبل ستراندد وهيليكس ان شيب زيه زي بتاعنا، لكن سيركولر مش لينير زي بتاعنا. سيركولر ملهوش فري اندز، ملتحم تماما، ملهوش بدايه ونهايه، فهو سيركولر دي ان اي. اوكي طيب. The diagram shows drawing of an electron micrograph of a cell. ادي السيل اهي، وبيسألني which structures are surrounded by double membranes. Which structures are surrounded by double membranes. لو بصينا كده على قصة double membranes ايه هي؟ مين هما double membrane structure؟ هل جولجي؟ لا، ده single، ده single membranes، ميبقاش double. تن كده فمينفعش A ولا B. ينفع C و D؟ ينفع. تمام كده. اللايسوم، اللايسوم سنجل ميمبرينس، سنجل ايه ميمبرينس، وبالتالي ما ينفعش ايه، ما ينفعش ده لانه سنجل. طيب يعني ينفع هنا اوكي، وينفع هنا، وهنا ما ينفعش. اذا قدامي سي دلوقتي بالمنظر ده، قدامي سي، نتاكد كده الميتوكوندريون ليها ايه؟ ليها انفلوب دبل ميمبرين، صح. نيوكليس ليها انفلوب، نيوكلير انفلوب، صح. السيتوبلازم طبعا ده الميديوم اللي عايشه فيه السل، صح كده. فالانسر هي سي. نتاكد كده مع بعض، هل في حاجه اتاكدنا؟ في. بصوا المنظر الجاي ده هيبقى ايه. ادي المنظر، الاورجانيلز كلها في الجراف اللي قدامكم قسمناه نان ميمبرينس. الاورجانيلز دي ممكن ما يبقاش ليها ميمبرين بالمره خالص، زي الريبوسومز والسنتريولز والمايكروتوبيولز، كل دول نون ميمبرينس اورجانيلز اور ستراكشرز. طب الميمبرينس اقسمها لسنجل ودبل. طب السنجل زي مين؟ لسه واخدينها في السؤال، لايسوسومز. والسنجل زي اندوبلازميك ريتيكولم وجولجي اباريتس، صح كده. طب الدبل عندهم انفلوب اوتر وانر زي الميتوكوندريال انفلوب والكلوروبلاست انفلوب والنيوكليس انفلوب، واضحه. ادي فكره الميمبرينس ونون ميمبرينس اورجانيلز. In which animal cells would Golgi apparatus be most abundant? Golgi apparatus. سمعنا قبل كده Golgi ده موجود فين؟ في التراكية، من ضمن مكونات السيليتد ابيثيليال سيلز، صح كده؟ محشور وذن. طيب يا ترى Golgi موجود فين؟ في الجوبلت سيلز. جوبلت apparatus موجود في جوبلت اي سيلز. طب ايه سبب انه موجود abundant في جوبلت سيلز؟ ايه السبب؟ بصوا abundant يعني مش جولجي أباريتس واحد، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة، في سكشن، جزء من سكشن من ايه؟ من السل، سل واحدة. السل دي تتميز انها سكريتوري، يعني بتطلع سكريشنز. السكريشن بتاع الجوبلت في الحقيقة اسمه ميوكس،
الميوكس ده عبارة عن جلايكوبروتين. جلايكوبروتين. إذن أنا محتاج أطلع بروتين الأول وأعمله موديفيكيشن أو جلايكوسيليشن داخل جولجي، وبطلع كميات رهيبة جدا من الميوكس الموجود في التراكية، سواء نورمالي أو أبنورمالي ديو تو سموكينج أو بليوشن. بيحصل إيريتيشن لجوبل السيلز، تطلع كوبيوس أماونت من الميوكس، تبقى ريتنت تاني كده انها تطلع برودكشن او بروديوس مور ميوكس، يبقى عندها مور ميتوكوندريا، اباندنت ميتوكوندريا. اي سيل سيكريتوري بتطلع برودكت لازم يكون فيها a lot of Golgi apparatus، يبقى الانسر بي. الانسر بي. اوكي نكمل كده مع بعض. لا مش هنكمل، احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا والريفيجن الحمد لله. اتمنى ان شاء الله يعجبكم ويكون مفيد بالنسبة لنا ويدينا بوش. البايو مش مادة حفظ زي ما اتفقنا، مادة فهم من درجة الأولى. افهم كويس وشوف الديتيلز. وعلى فكرة بيبر 1 هي من أصعب البيبر اللي عندنا، أصعبهم. ليه؟ محتاجة الديتيلز أكون فاهمها كويس وهضمها كويس وحلل عليها كتير. بيبر 2 أنا مش بقلق منها، وبيبر 3 تعتمد على السكيلز اللي انت اتدربت عليها في اللاب. جود لك وربنا معاك ويوفقك. لو في اي كومنت يا ريت تابعوني يا اولاد واكتبوا لي عشان يبقى حتى بوش ليا ان انا اقدم لكم المزيد ان شاء الله. جود لك وربنا يوفقكم. سلام يا شباب، سلام.